أعزائي الطلاب، سأتناول الموضوع الثالث بعنوان التماثل التنظيمي للموارد البشرية، وفيما يلي الإطار العام لموضوع التماثل التنظيمي للموارد البشرية. أول حاجة تعريف التماثل التنظيمي، تاني حاجة أهمية التماثل التنظيمي، ثلاثة أبعاد التماثل التنظيمي، أربعة أنواع التماثل التنظيمي، خمسة العوامل المؤثرة في التماثل التنظيمي، ستة العوامل المساعدة في تنمية التماثل التنظيمي، سبعة نتائج التماثل التنظيمي. أبناء الطلاب، هنعرف التماثل التنظيمي للموارد البشرية. هو العملية التي يتم من خلالها تكامل وتطابق أهداف الفرد مع أهداف المنظمة. ممكن نقول تعريف آخر، هو عملية يتم بها الاقتناع داخليا وخارجيا للعاملين، وتتم من خلال اندماج رغبات العامل مع رغبات المنظمة وينتج عنها حالة من التماثل على أساس اندماج الرغبات. إن التماثل التنظيمي يتمثل بالسؤال التالي: من أنا بالنسبة للمنظمة؟ أو ما علاقتي بالمنظمة؟ أهمية التماثل التنظيمي. أولا، أهمية التماثل التنظيمي بالنسبة للفرد: واحد، تعزيز احترام الذات، اثنين، إضفاء معنى للحياة، ثلاثة، زيادة الطموح، أربعة، الانتماء، خمسة، الشعور بالرضا الوظيفي والقناعة بالعمل وبالتالي تحسين الأداء. ثانيا، أهمية التماثل التنظيمي بالنسبة للمنظمة: التماثل دور مهم في عملية صنع القرار في المنظمة، اثنين، يوفر منافع كثيرة للمنظمة مثل الالتزام والدافعية والأداء وتقليل الصراع، ثلاثة، عدم ترك العاملين للعمل بالمنظمة، أربعة، تحسين مكانة المنظمة في المجتمع ورفع قدرتها التنافسية، خمسة، يؤثر التماثل التنظيمي القوي على تكوين اتجاهات إيجابية للعاملين مما ينعكس على سلوكهم في العمل. أبعاد التماثل التنظيمي تتمثل في الشكل التالي: الولاء، التشابه، العضوية. الولاء تعريفه هو إدراك ذهني بالتوحد مع المنظمة، يتضمن تفضيل القيم والنوايا السلوكية والتأثير الإيجابي المتمثل لدى الموظف تجاه منظمته، والإخلاص لأهدافه والارتباط معه والحرص على البقاء فيها من خلال بذل الجهد بما يعزز من نجاحها وتفضيلها عن غيرها. وتوجد ثلاثة مكونات للولاء، وهي الشعور والإيمان القوي بالمنظمة وقبول أهدافها، اثنين، الرغبة في بذل أقصى جهد في خدمة المنظمة، ثلاثة، الرغبة القوية في البقاء في المنظمة. اثنين، التشابه. يعرف التشابه بأنه قبول الأفراد وإيمانهم بالمعتقدات والقيم التنظيمية الأكثر تشابها لهم، ويستدل على نجاح التماثل التنظيمي بين الفرد والمنظمة من خلال وجود درجة كبيرة من التشابه بين قيم وأهداف ورغبات ومصالح كلا الطرفين. فإذا كانت معتقدات المنظمة وقيمها غير متناغمة مع معتقدات الفرد وقيمه، فإن الفرد يشعر بقدر من التوتر الداخلي مع نفسه ومع المنظمة ويقلل التماثل التنظيمي. وتوقف مستوى التماثل التنظيمي على مدى التشابه بين الفرد والمجموعة التي ينتمى لها من خلال التشابه في الأهداف ومعايير السلوك وكذلك الأداء. ثلاثة، العضوية. تعرف العضوية بأنها درجة مفهوم الفرد لذاته من حيث ارتباطه بالمنظمة، وأنها إحساس بالانتماء وشعور بالغ بالالتصاق والجاذبية النفسية وتعريف الذات من خلال العضوية بالمنظمة. وعضوية الفرد في المنظمة هي القوة اللازمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، والأفراد يسعون لتأكيد تمايزهم الذاتي، وبذلك فإنهم يتماثلون بقوة مع منظماتهم التي بها خصائص فريدة ويسعون لإظهار مستويات عالية من التماثل. كما أن التماثل التنظيمي مع المجموعات الصغيرة يوفر للفرد قدرا كبيرا من التميز. أنواع التماثل التنظيمي: نمرة 1، التماثل القوي، وهو تفكير الأفراد وتصرفاتهم يتطابق تماما مع المنظمة. 2، التماثل المتناقض، يتقبل الأفراد مجموعة من الجوانب
وارفضنا جوانب أخرى في نفس الوقت. 3. التماثل المحايد، عدم الاهتمام بالمنظمة وينتج عن فشل الاتصال وله آثار سلبية مثل عدم الشعور بالرضا وعدم التماثل. رقم 4، عدم التماثل يرتبط بشكل طردي مع بعض السلوكيات السلبية مثل التأخير أو الغياب وسوء استخدام المواد والآلات وارتفاع معدل دوران العمل ومعدل الحوادث. العوامل المؤثرة في التماثل التنظيمي، 1، الثقافة التنظيمية. تشمل الثقافة التنظيمية الأنماط السلوكية المقبولة والمعايير والأهداف والنظم والقيم والتكنولوجيا المستخدمة وكل العوامل المميزة للمنظمة ما عن غيرها فهي تعتبر نتاج تفاعل واندماج قيم الفرد مع أهداف المنظمة وقيمها، بحيث تصبح أهدافا وقيما مشتركة توفر حالة من التوافق بينها مما يحقق التماثل التنظيم. 2، جماعة العمل، إن الفرد يتأثر بالجماعة المتماثلة مع المنظمة ومستعد لقبول أهدافها وقيمها، بحيث يكون هناك تماسك فيما بينها وإذا كان هناك تشابه بين أفرادها. 3، مدة الخدمة، توجد علاقة طردية بين مستوى التماثل ومدة الخدمة. 4، الاتصالات التنظيمية، توجد علاقة قوية بين التماثل التنظيمي والاتصال التنظيمي من حيث عدد مرات الاتصال ومدى العمق في محتوى. 5، التطويع الاجتماعي التنظيمي، يهدف إلى تطويع العاملين وتشكيل اتجاهاتهم وسلوكهم وأفكارهم بالطريقة التي تخدم مصالح المنظمة وأهدافها مما يزيد من التماثل التنظيمي. 6، المشاركة في صنع القرار، كلما زادت مشاركة الفرد في صنع القرارات في المنظمة زاد التماثل التنظيمي. 7، الصراع التنظيمي أو النزاع التنظيمي، كلما زاد مستوى الصراع التنظيمي أو النزاع قل مستوى التماثل والعكس صحيح. 8، القيادة التنظيمية، يؤثر دور القائد في إحداث التماثل التنظيمي، ولعل أفضل نمط في القيادة هو قيادة الموقفية. المساعدة في تنمية التماثل التنظيمي، 1، وضوح الأهداف، 2، وضوح السياسات والإجراءات، 3، المكانة الاجتماعية لكل فرد في المنظمة، 4، الرضا الوظيفي، 5، نظام حوافز جيد فعال يرضي جميع العاملين، 6، إشباع حاجات العاملين، 7، بناء الثقة التنظيمية، 8، مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، 9، أسلوب القيادة المناسب. نتائج التماثل التنظيمي، انخفاض معدلات دوران العمل، تدني نسبة الغياب وبالتالي انخفاض معدلات الغياب بالمنظمة، انخفاض معدلات الحوادث وإصابات العمل بالمنظمة، الإقلال من نسبة الشكاوي. من نتائج التماثل، بيزيد من الرغبة في تحقيق الأهداف التنظيمية المطلوبة التي يهدف إليها أصحاب جميع المصالح، سهولة استقطاب الكفاءات للمنظمة واختيارهم وتعيينهم، ارتفاع الروح المعنوية لكافة العاملين، سلوك إبداعي وابتكاري من قبل العاملين، ارتفاع نسبة الإنتاجية، التأثير الإيجابي على حياة العاملين الخاصة، مع تمنياتي بالتوفيق لطلاب تمهيدي ماجستير تخصص الموارد البشرية دكتور عادل رمضان الزيادي.